السلام عليكم الحباب، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم وصفه تقليديه جزائريه محض. شتت حوز اللوف بقري، تجي طيبه، زبده والبنه، عسل. للمقادير وكيفيه التحضير تبعوا معايا الفيديو للاخر. هنا في كوكوت جبت كميه تاع البوز اللوف. انا استعملت الراس تاع البقري، درت 3 مرسوات، كل واحد يدي على حسب العائله نتاعو. دوك جبتو في الماء، يعني ماهوش سخون، يعني بارد، في بارد. درت فيها حفور وندير فيها شويه نتاع راس الحانوت، ومن جهه اخرى جبت حبه بصله متوسطه رحيتها في لاشواغ، وراح نزيد الملح، يعني الملح اختياري، تملحي على قدر الكميه اللي درتيها، يعني باش ما يجيش مالح. للناس اللي مازال ما اشتركتش في القناة نتمنى انها تشترك وتفعل زر الجرس، هكا يوصلها كل جديد. هنا راح ندير ملعقة كبيرة نتاع الزيت باش نيفيتو كامل هذيك الرغوة البيضاء. راح نغلق على لاكوكوت. انا درتها 35 دقيقة فقط، ومن بعد كي حليتها صبت البوزلوف تاعي. طيب ما شاء الله، راه طيب زبدة. راح كامل نفتو كيما معروف، نحي هذاك العظم ونستحفظ بالمرقه. من بعد نقولكم واش حندير بها. هنايا راني خدمتها قطعتو، وراح نوجد الدرسه. الدرسه جبت راس تاع ثوم، تعرفوا بلي شتتها تموت على الثوم، وحبه صغيره نتاع البصل، ودرت الحمار الحلو وراس الحانوت وشويه حرور وشويه كمون مع شويه طوماطيش فين رحيتهم كامل. وفي مقله راح نجيب الزيت، وراح ندير هذيك الدرسه اللي درتها، تخليها تقلى مليح مليح، وراح نزيد لها مغرف نتاع طوماطيش مصبره او طماطم مصبره، ونخليها. من معروف بلي الطماطم المصبره كل ما درنا لها، كل ما قليناها، كل ما نقصت كميه الحموضه تاعها، الحموضه اللي فيها. الكمون ما ننصحكمش تديرو بزاف، لانه كيما تعرفوا بلي الكمون يقراص. هنا كان البرد بزاف، راني ندي هذيك المرقه تاع اللي طابت فيها البوزلوف، راح نزيدها بالتدريج، لانه ثاني حاجه نوه ليها. كل ما كانت كل ما قلينا هذيك الدرسه مليح، كل ما كانت البنه ما شاء الله. انا كما راكم تشوفوا راني نخلط هذيك الدرسه، وراني نعطي لها وقتها في الطياب. دروك راح ندخل هذاك البوز اللوف نتاعي ونخليه يطيب. الحمار انا استخدمت الحمار الحلو والحمار الحار، لانه كامل نعرفوا بلي شطتها كي تجي هكاك حاره عندها بنه زياده. حنسي ندخل كامل هذيك البوزلوف في الدرسه هي الاولى، ومن بعد نزيد كميه من هذيك المرقه اللي طيبت فيها البوزلوف، ونخليها واحد 10 دقائق حتى تعقد لي لاصوص هذيك. ونزيدو الحمص راني نسيت ما درتوش، يعني ما جابوهليش في الوقت. راح نزيدو مع الاخر، ديجا يكون طايب عليها، ما درتوش في الاول. هنا دوك نسيت ندخل كامل المكونات مع بعض. راني درت المرقه ونخليها هكاك تغلي مدتها 10 دقائق. هذه هي الكيفيه تاعنا لليوم، نتمنى انها تعجبكم. تكتبوا لي في لي كومونتير التعليقات تاعكم، وما تنساوش تضغطوا على زر اللايك هكا باش يوصل الفيديو لاكبر عدد من الناس. نتمنى منكم، ما تنساونيش بالتعليقات. السلام عليكم ورحمه الله.